بس هقول انا بشكركم طبعا الدكتور النيفين والدكتور اشرف على العرض بتاعكم، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه انتم محتاجين تبذلوا فيها جهد اكتر. هو ان الجهد اللي انتم عاملينه ده كله ما بيتمش تسويقه واظهاره وتقديمه للناس بشكل في تقدير، يعني عشان الناس، مش عشان تحس بيه، لا مش عشان تستفيد بيه، لا، لان ده جهد بيأكد بيه ان احنا كل القطاعات اللي موجوده في الدوله محل اهتمام ومحل دعم عشان تحقق الاهداف لهذا القطاع. وبالتالي يعني انا هقول لك على حاجه يا دكتور اشرف، يعني كنت اتمنى انك انت تقول لي مثلا واحنا بتتكلم دلوقتي خلال، شوف انت بتتكلم يعني اتكلمتوا في حاجات كتير واتكلمتوا على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى الانفاق اللي انتوا بتعملوه، لكن خلي اقول لك لما يجي النهارده شاب يتقال ان في شاب من عندنا او شابين ساب مصر وراح، لو انا النهارده كوزير للشباب او كحكومه ما اتكلمتش في الموضوع ده بجلاء وبوضوح وبشكل يعني مباشر لكل الناس، ده يعني هيقدح كتير في كل الجهد اللي انت بتتكلم عليه ده. وانا خليني اقول لك، انت اتكلمت على حجم العمل اللي اتبذل في وزاره الشباب خلال الفتره اللي فاتت، والدكتوره نيفين نفس الكلام، لكن مثلا على سبيل المثال لما اتكلمنا في بدايه الفتره الاولانيه خالص، انا كنت كلامنا كان يا جماعه الافكار بتاعه اداره مراكز الشباب والنوادي بالاسلوب اللي انتم ماشيين بيه احنا لا قبل لنا بيه، صح كده؟ وقلت لكم لازم تشوفوا صيغه ماليه اخرى يا دكتور مصطفى تتعاملوا بيها مع الموضوع عشان تقدروا العدد. احنا كنا بنتكلم في اكثر من 4000 مركز شباب كان محتاج رفع كفاءه وتاهيل، وكان اللي بدا البرنامج ده مع المهندس خالد وبدانا بيه عشان نرفع كفاءه المركز اللي انت جبت صورها، واللي احنا قلنا ان المركز دي لو ما كانتش هتقدر تغطي انفاقها هترجع مره تاني، لان الدوله مش هتقدر كل شويه تدخل تعمل تكلفه ماليه ضخمه جدا لهذا العدد لاستعاده كفاءته مره تانيه، صح كده؟ مظبوط. طيب يبقى انا عايز منك دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول للناس اللي بيسمعونا طب احنا بنرعى ابطالنا ازاي؟ تمام. حاضر. ما انا عارف، انا عارف، بس انا عايز الناس تعرف عشان الناس بتسمع الجانب اللي هو ايه؟ ان ابننا مشي وسابنا عشان احنا ما دعمناهوش او مش مهتمين بيه. لا، فانت هنا حتى في ال، وده مش من، لان انا اتمنى ان كل اولادنا وبناتنا يبقوا احسن حاجه في كل حاجه. طب ما فيش كلام يعني، لكن انا بحب اقول النقطه ديت لان طبعا المواضيع دي بتبقى بتمثل نقطه مش طيبه في نسيج الجهد اللي انتوا بتبذلوه. شوف، ما احنا كنا في كل، مش عارف الكلام ده مناسب ولا لا، انا مش هذكر ارقام. تمام. انا مش هذكر ارقام. تمام. لكن هقول ايه؟ ان احنا في كل الجوائز اللي كانت بتقدم لكل ابطالنا اللي حاصلين على بطولات، ده رقم ما يعني لا يعبر عن تقديرنا ليه، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير، لكن الرقم برضو رقم مش متواضع قوي، مش كده ولا انا؟ لا طبعا. واللي بعد كده، فانا بس عايز دلوقتي عشان حصل الموضوع ده اكتر من مره ومحدش ممكن يطلع بيان من عندك من وزاره الشباب، ممكن تطلع تعليق فيه، لكن انا اتصور ان احنا في الجلسه اللي احنا موجودين فيها وكل الناس في مصر بتسمعنا، مهم قوي يعرفوا ان احنا مهتمين باولادنا وبناتنا وحريصين عليهم. صحيح. فلو حصل من حد من عندنا ما حسش بالتقدير او بحجم التقدير ما عجبوش او ما كفاهوش، يعني نقول احنا بقى